عدنا على حالة المرور في الشوارع والوضع الأمني. سنتابع معا في هذه أو هذا العرض الإخباري أيضا أسعار العملات والذهب ودرجات الحرارة، وسنفتح باب التواصل معكم لمعرفة ما لديكم من أخبار والتعرف على آرائكم في هذه الأحداث. نبدأ كما تعودنا بأهم الأخبار المتوقعة اليوم مع زميلة فاطمة نبيل. فاطمة صباح الخير. صباح الخير أيمن، مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم وطيب كل أوقاتكم بالخير. كالمعتاد لدينا مجموعة من الأخبار المتوقعة في القاهرة وعدد من المحافظات. نبدأ بالإدارية العليا تنظر الطعن المقدم من محمد العمدة على قرار وقف انتخابات النواب. مؤتمر صحفي لجبهة الضمير بمقر حزب العمل بحضور رئيسه وعدد من قياداته. بدء تنفيذ قرار البنك المركزي بوضع آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب. أهالي الدويقة ينظمون وقفة احتجاجية مطالبين بحقوقهم في شقق بديلة. وزير القوى العاملة يفتتح معرضا لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما من الأخبار المتوقعة في المحافظات فلدينا وزير التربية والتعليم يزور بني سويف لافتتاح مدرستين جديدتين وتكريم معلمين مثاليين بالمحافظة. محافظة البحر الأحمر تنظم مبادرة يوم في حب مصر بمشاركة 600 شاب وفتاة لتجميل مدينة الغردقة. حزب مصر القوية يعقد مؤتمرا سياسيا في الغربية بحضور الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمناقشة الوضع السياسي الراهن. بالطبع سنتابع كل هذه الأخبار من المحافظات ولكن بتفصيل أكبر في جولتي المحافظات عقب موجز 3:17 مساء بتوقيت القاهرة. أما من أبرز الأخبار والتصريحات خلال الساعات الماضية فلدينا تأكيد الرئيس خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الشعبية وأهالي سوهاج أنه بحث المشاكل والخدمات والمتطلبات التي تحتاجها محافظات الصعيد بما فيها الإسكان والبطالة والطرق والأمن والمرافق. وأضاف الرئيس أن أهل الصعيد ومحافظاته حرموا من الخدمات لسنوات طويلة. كما أعلن الرئيس مرسي أنه سيدعو إلى اجتماع متابعة بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم تنفيذه في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتنمية محافظات الصعيد. أيضا من أبرز التعليقات على ما قضت به محكمة جنايات الجيزة ببراءة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية السابق في قضية الاستيلاء على أراضٍ في الغردقة. كما أيضا قضت المحكمة ببراءة جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق في قضية العين السخنة. القضية بتاعت أرض السخنة محمد زهير جرانة وهشام السيد محمد الحازم حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة كل منهما مما أسند إليهما. القضية الثانية أرض الغردقة حكمت المحكمة حضوريا ببراءة كل من أحمد المغربي وزهير جرانة وخالد مخلوف. وفي تصريح بارز رفضت عزة سليمان رئيس المركز المصري لقضايا المرأة ما أثير من جانب جماعة الإخوان المسلمين حول وثيقة الأمم المتحدة المناهضة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث وصفت عزة سليمان النقاط العشرة التي طرحتها الجماعة تعليقا على هذه الوثيقة بالتضليل. اولا الوثيقه قيد التنفيذ لحتى وقتنا هذا، وان الكلام على ان في وثيقه خرجت في البيان اللي طلع من جماعات الاخوان المسلمين ده حقيقي جزء من امتداد حوار التضليل اللي بتمارسه سواء حزب الحريه والعداله او بتمارسه جماعات الاخوان المسلمين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في كلام واحنا في نيويورك حقيقي وده اللي كان بيقوده مصر، يعني مصر مؤسسه مجموعه اسمها مجموعه ال 17، مجموعة من دول مختلفة يعني فيها روسيا وفيها إيران وفيها سوريا وبيها بعض الدول الإسلامية الأخرى، إن هم طول الوقت عايزين يشدونا الرد عن التزامات الحكومات اللي التزموا بها سواء متمثلة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة اللي هي السداو أو منهاج بكين أو
أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان رفض جماعة الإخوان المسلمين للاشتباكات التي وقعت أمام المقر العام للجماعة، داعيا إلى التظاهر والالتزام بالتظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى العنف. كما وصف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور يوسف طلعت في مداخلة للجزيرة مباشر مصر، وصف ما حدث أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب والبلطجة. نوع من انواع الارهاب ما يحدث الان هو نوع من انواع البلطجه، ما يحدث الان لا يمت باي شكل من الاشكال للثوره ولا الاعتراض السلمي ولا لحريه الراي والتعبير او غيره. الحاصل ان لما يروح مجموعه يعتدوا على مقر بتاع الاخوان المسلمين، يعتدوا عليه بالمولوتوف، يعتدوا عليه بالسبراب، بالشتم للشباب الموجودين من جماعه الاخوان المسلمين، ما هو متوقع؟ ما هو حادث؟ ما يعني ايه اللي المفروض ان شباب الاخوان يعملوه؟ ايه اللي المفروض ان شباب الاخوان يقدموه للناس ديت؟ حضرتك افتتح وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب مركز الإبداع الفني في دمنهور بمحافظة البحيرة، وقال الوزير إن المركز الذي تكلف 40 مليون جنيه سيكون مركزا ثقافيا وتعليميا متكاملا، يضم العديد من المكتبات والقاعات المجهزة لإقامة الندوات والمعارض التشكيلية والعروض السينمائية. يعني المبنى ده تكلف 40 مليون جنيه تقريبا، وهذا مبلغ يعني بالمقابل من حيث عائده ومن حيث مردوده، يعني نحن ننشد المردود بمعنى الوعي والمردود بمعنى الثقافة والمردود بمعنى التنمية والمردود بمعنى مجتمع أكثر وعيا للمستقبل إلى آخره. أعتقد أن هذا مكان سوف نحرص على إدارته بشكل رائع، وسوف نحرص على نظافته، وسوف نحرص على تأمينه من كل الوسائل يعني المختلفة لكي يظل هذا المكان بمثابة الرئة. هناك رئات كثيرة، أكثر من رئة في ابتداء من مؤسسات الدولة في محافظة البحيرة، لكن هذا مكان أعتقد أنه. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أهم الأخبار والأحداث المتوقعة لهذا اليوم. الآن يواصل الزميل أيمن عزام تقديم العرض الإخباري الشامل. إليك أيمن. شكرا لك فاطمة، والآن سنتابع بتفصيل أكبر بعض الأخبار المتوقعة في المحافظات اليوم. نبدأ من محافظة الغربية، حيث يعقد حزب مصر القوية مساء اليوم مؤتمرا سياسيا في مدينة طنطا بحضور رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وذلك لمناقشة الوضع السياسي الراهن. وقد تم توجيه الدعوة لشخصيات عامة وأحزاب في المحافظة، ومعنا من محافظة الغربية الصحفي محمد عوف للمزيد من التفاصيل. محمد صباح الخير، وماذا عن هذا المؤتمر السياسي الذي سيعقد في مدينة طنطا؟ لا هذا المؤتمر السياسي في إطار يعني متابعة ومناقشة الوضع السياسي الراهن المتدهور في الأونة الأخيرة، حيث يعني يعقد الحزب حزب مصر القوية اليوم هذا المؤتمر بحضور الدكتور عبد المنعم الفتوح رئيس الحزب، يعني باعتباره أحد الشخصيات الرموز الوطنية الكبيرة في محاولة للتوصل إلى حلول بالتنسيق مع بعض القيادات الهامة في محافظة الغربية. يسبق هذا المؤتمر والذي سيعقد في حوالي السادسة مساء، يسبق أيضا ندوة كلما يعني أسرة كلماتنا وحركة طلاب مصر القوية بجامعة طنطا بعنوان دور الطلاب في العمل المجتمعي. لكن يعني هذه الحركة أو حركة طلاب مصر القوية ليست لها علاقة بالحزب، ولكنها يعني تصادف يعني تشابه هذه الأسماء يعني هذه الاثنين. أيضا سيتم تسجيل دعوة في هذه الندوة إلى بعض يعني الرموز الحركة الوطنية والشخصيات العامة التي ستحضر الندوة، ثم تحضر أيضا الندوة المؤتمر الذي سيقام مساء اليوم للحديث حول تطورات الوضع الراهن السياسي، والحديث حول تقديم الحلول التي ربما ستؤدي الى حلول عاجله لخروج من هذه الازمه الحاليه بين النظام الحالي والمعارضه. كان هناك بعض الأنشطة أعتقد لصناع الحياة عندكم في محافظة الغربية وفي مدينة طنطا على وجه التحديد بالأمس، هل لديك أي معلومات محمد عنها؟ يعني ليس لدي معلومات كافية بخصوص هذه بالنسبة لصناع الحياة، لكن على مدار الفترة الماضية كانت هناك يعني أنشطة كثيرة
من خلال ندوات وحفلات أقيمت بالأجل يعني تدعيم هذه الجمعية في الفترة الأخيرة، لكن بما يتعلق بالأمس ليس لدينا معلومات كافية. نعم، وليس وبالنسبة للمشهد السياسي في محافظة الغربية، هل هناك أي جديد؟ طبعا المشهد السياسي بالغربية متأثر بما يحدث في القاهرة وفي المحافظات الأخرى، يعني وخاصة بالنسبة لطنطا على وجه التحديد فيما يتعلق بموضوع فريد محمد الجندي التي ما زالت حتى الآن يعني مسيطرة على المشهد في المحافظة، وهذا يعني يؤكد يعني هذا نتيجة وجود المظاهرات والاحتجاجات المستمرة في مدينة طنطا وأيضا في مدينة المحلة الكبرى. يعني كل هذه الأجواء ما زالت يحوطها نوع من التوتر والقلق بين الجانبين، بين النظام وبين الحكومة، ومن جانب وبين المعارضة. لكن أيضا هناك يعني انقسام بين المعارضة حول يعني كانت بعض القوى السياسية تطالب بعودة الجيش في الأمور مرة أخرى، لكن أيضا بعض الحركات أخرى وبعض حركة التأمين نفت تماما يعني المطالبة بعودة الجيش مرة أخرى، وأكدت أنه أنها ستقوم أو ستعد دورها الإيجابي نحو محاولة يعني إسقاط النظام مرة أخرى ووجود حلول عاجلة بعيدا عن عضد الجيش مرة أخرى بالسيطرة على الأمور. هذا هو يعني إجمالي الوضع في محافظة الغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي محمد عوف، كنت معنا من محافظة الغربية. أما في بني سويف فاليوم سيفتتح وزير التربية والتعليم مدرستين جديدتين وسيكرم عددا من المعلمين المثاليين بالمحافظة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي محمد خلف من بني سويف. محمد أهلا بك معنا، وما هي تفاصيل زيارة الوزير اليوم؟ نعم، يزور اليوم الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم محافظة بني سويف، يستقبله المستشار ماهر إيبر حافظ الإقليم، علاوة على عدد من القيادات السياسية والتنفيذية وقيادات التربية والتعليم. يصل الوزير الساعة 10 صباحا ويفتتح 10:30 مدرسة الثانوية المشتركة في قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، ثم يفتتح مدرسة وحيد يوسف للتعليم الأساسي في قرية دلاص بمركز ناصر، ثم يقوم بتكريم معلمين مثاليين على مستوى المحافظة في قاعة مؤتمرات جامعة بني سويف، ثم يحضر المحافظة. الوزير في واقع الأمر سوف يبحث مع الحفظ عدد من المحاور الأساسية في هذه الزيارة تختص بالعملية التعليمية، أبرز مشكلات أمنية تعاني منها المدارس، خاصة مدارس البنات التي تعاني من التحرش من قبل بعض الشباب في خاصة المناطق العشوائية، أيضا بمشكلة تأخر بعض الدراسية، علاوة على مشكلات تتعلق بالمعلمين وهي تختص ب 50% التي تظاهر عدد من المعلمين بسببها فترات طويلة دون أن يوجد اعتماد مالي يخصها. هذه في غالب الأمر أغلب الموضوعات التي سيتم أو المحاور التي سيتم بحثها بين المحافظ ووزير التربية والتعليم. بالنسبة يعني المعلمين المثاليين الذين سيتم تكريمهم، هل كانت هناك مسابقة بذلك ولا تم يعني اختيارهم على أي معيار؟ نعم، تم وضع عدد من المعايير، لم تجري مسابقة لاختيار هؤلاء المعلمين المثاليين، وتم وضع العديد من المعايير التي بناء عليها قامت مديرية التربية والتعليم باختيار هؤلاء المعلمين. المسألة بدت من جانب المجاملة إلى جانب أن يعطي هذا التكريم دافعا للعديد من المعلمين في المحافظة، هو تكريم رمزي ليس أكثر. بالنسبة لمشاكل التربية والتعليم في المحافظة، هل ترى أنها ممكن زيارة الوزير تؤثر في بعض يعني في عرض بعض الحلول لهذه المشاكل في محافظة بني سويف؟ نعم، أعتقد أن مشكلات التربية والتعليم في محافظة بني سويف هي مشكلات مالية. لو تم توفير التمويل اللازم من وزارة التربية والتعليم سيتم حل هذه المشاكل. لدينا أيضا مشكلة أشارت إليها وهي مشكلة عجز المدرسين. هناك العديد من المدارس يقومون بتدريس مادتين وثلاث وأربع، هذه مشكلة كبيرة، والوزارة لا تستطيع أن تقوم بتعيين مدرسين جددا، علاوة أن مديرية التربية والتعليم لا يتوفر بها التمويل اللازم. هناك مدارس لا يدخلها مدرسين، بالقرى لم يدخلها مدرسين في مغد بعينها طوال العام، يكون مدرسون آخرون
تدريس هذه المواد مدارس ابتدائية. هذا العجز أساسه التمويل. مدارس تحتاج إلى تمويل، الوزارة لا تمنح التمويل الكافي للتربية والتعليم، التربية والتعليم المديرية يعني لا تستطيع أن تقوم بتمويل ذاتي يكفي هذا العمل، وبالتالي تبحث وتدور وتلف وتصل في النهاية، لأن المشكلة هي. شكرا لك زميل الصحفي محمد خلف من بني سويف، وعلى كل حال سنتابع بالتأكيد في جولة المحافظات هذه الزيارة لوزير التربية والتعليم لمحافظة بني سويف. أما في محافظة البحر الأحمر فتعقد الإدارة العامة للبيئة اليوم اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الرسمية المشاركة في مبادرة يوم في حب مصر بمشاركة 600 شاب وفتاة. معنا من البحر الأحمر الصحفي كمال رشاد. كمال أهلا بك معنا، وما هي تفاصيل هذه الجولة وهذا اليوم في حب مصر؟ صباح السيد أيمن، صباح الخير الزميلة فاطمة. في البداية الزميل أيمن، من ينظم هذه المبادرة هي الإدارة العامة للبيئة في المحافظة، واليوم سوف تعقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المشاركة التي سوف تدفع بعدد 600 شاب وفتاة، وهي مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم وكلية التربية بالغردقة، وذلك لوضع الخطط العريضة لتفعيل هذه المبادرة. المبادرة تم إطلاقها لتوصيل رسالة تطمئن السياح من مختلف الجنسيات والمصريين القادمين لزيارة المعالم السياحية بأن مصر بلد الأمان، وإن كان هناك بعض الشباب يتظاهر يوجد أيضا أيمن من يريد بناء مصر من جديد، هكذا رأى المنظمون. عموما هؤلاء الشباب والفتيات سيقومون ابتداء من صباح غد بتجميل ونظافة المدينة، مدينة الغردقة، وخاصة في مناطق أبو العباس وأيضا أبو عشرة والأمل، وهي تلك مناطق هامة جدا وتستلزم السياح والمصريين والسكان المقيمين. سيتم أيضا إعادة ودهانات اللوحات الجدارية والبندورات طبقا وطبقا لتصريحات العميد محمد عبد الجواد المدير العام للإدارة، إدارة البيئة أقصد، وهي التي تشرف على المبادرة. قال أنه سوف يقوم بعض أصحاب الفنادق السياحية بتوفير عدد تيشيرتات للمشاركين، وأيضا إحدى الشركات بالطبع. سنتابع معك أيضا كمال رشاد من خلال جولة المحافظات أو جولتي المحافظات في هذا اليوم، يعني ما سيتم من فعاليات في هذا اليوم في حب مصر. شكرا لك الصحفي كمال رشاد، كنت معنا من محافظة البحر الأحمر. بعد فصل قصير سنناقش في الاستوديو لجنة الصحة تنتهي بمجلس الشورى من إعداد مشروع قانون كادر العاملين بالصحة، وذلك تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة لمجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه خلال الأيام القادمة. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، نواصل معكم تقديم عرضنا الإخباري لهذا اليوم، حيث انتهت لجنة الصحة بمجلس الشورى من إعداد مشروع قانون كادر العاملين بالصحة، وذلك تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة لمجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه خلال الأيام القادمة. كانت لجنة الصحة قد عقدت عدة جلسات استماع للنقابات الطبية المشاركة في إعداد القانون لإبداء الملاحظات على مشروع القانون. على كل حال، وحول مشروع كادر الأطباء وما إذا كان يلبي طموحات الأطباء والعاملين بالمهن الصحية والقضايا المتعلقة بالصحة بشكل عام، ستدور محاور هذه الفقرة مع الدكتورة منى مينا، عضو حركة أطباء بلا حقوق وعضو مجلس نقابة الأطباء. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك. صباح الفل. جبناكي بدري ولا ده ميعاد صحيانك؟ لا انا بصحى بدري. هو طيب، انتوا مشكله انكم قاعديني في الشمس مش انكم جايبيني بدري. احنا قاعدين مع بعض اهوت في طيب دكتوره، مش عارف، احنا اتكلمنا مع بعض كتير في موضوع الكادر ده، وحضرتك عملت معايا لقاءات ومع بعض الزملاء. هل تطور الامر؟ هل تغير الامر؟ لان كان لكم بعض المطالب قبل ذلك وقلتم ان هذا القانون، قانون الكادر، لم يوفي بها حتى الان. ماذا تغير حتى هذه الساعه؟ طيب، اولا الكادر ما هوش كادر اطباء، ده كادر للمهن الطبيه. هو معروف اعلاميا زي ما انتم بتقولوا باسم كادر الاطباء. وده ممكن نسميه كادر الطبي يبقى افضل مثلا، كادر المهن الطبيه، لان احنا لينا وجهه نظر دافعنا عنها، في ناس ايدوها من زملائنا الاطباء وفي ناس انتقدوها، ان لا يمكن اصلاح المنظومه الصحيه من غير ما تقوم على وضع معقول نسبيا لكل العاملين في الصحه، مش بس الطبيب والممرضة والفني، والحقيقة الحد العامل اللي بيمسح الأرض لو ما هوش واخد حقه ومش قايم بأعمال النظافة كما يجب، مش هقدر أطبق في المستشفى اللي بنسميه إنفكشن كنترول أو قواعد مكافحة العدوى. فيعني أولا، يعني أنا رغم أن أنا طبيبة ومعتزة أني طبيبة ومعتزة بعلاقة قوية بيني وبين زملائي الأطباء، لكن كافة العاملين في الصحة لازم بشكل أو بآخر أحوالهم ترتاح، وإلا لا نتوقع ان هذا القطاع يتحسن. ماشي، دي اول حاجه. ثانيا، علشان انا متهم ان انا دايما بهجم، انا عايزه ابرز حاجه ايجابيه في مشروع القانون ده قبل ما اعدد عديدا من الانتقادات عليه. اهم ايجابيه فيه ان نتكلم على ان الدراسات العليا والتنميه المهنيه والعلميه الدائمه للعاملين بقطاع اللي هم اطباء وتمريض وفنيين، كل دول بيحتاجوا لتنميه مهنيه، خلاص، دي على حساب الوزاره. فدي نقطة إيجابية مهمة جدا احنا اتكلمنا عليها وطالبنا بيها كتير. لا ننسى ان تكاليف الدراسات العليا الماجستير بتوصل ل 3000 جنيه في السنة، دي في المادة 5 يا دكتورة. مش انا طلبت نسخة منه، جبنا لك نسخة حالا، يعني طلباتك كلها مجابة. شكرا جزيلا. شكرا. المادة 5 عموما معايا حضرتك. يعني ما دام احنا طلعنا جهة العمل نفقات حصول العضو على المؤهلات العلمية الداخلة ضمن تخصصه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد السنوات التي تتحمل الوزارة نفقتها والحد الأقصى لكل درجة علمية، وتلتزم الوزارة بوضع خطة دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفقتها وتضع الضوابط والشروط المنظمة لها. يعني هي برضو مش مفتوحة لها ضوابط. لا، ما افرض ان انا بسقط، يعني انا مثلا داخلة في ماجستير مثلا درسته 4 سنين، ماشي، فيبقى هو هيصرف علي 4 سنين، لو انا قعدت اسقط مش هحمله الكلام. يعني انا شايفه الكلام في الحدود دي عادل ومعقول. ماشي، ودي نقطه ايجابيه طالما طالبنا بيها واحنا بنبروزها، علشان لو في اي تعديلات للقانون مستقبلا ما يتمش تعديل النقطه دي. يعني دي نقطه احنا موافقين عليها وشايفين انها مكسب وشاكرين للوضع والقانون الالتفات ليها، لان كمان التنميه العلميه والمهنيه للطبيب والممرضه والفني دي حاجه لمصلحه المريض. يعني انا بشتغل في الوزاره، هشتغل مساوي المعلومات دي النهارده، ماشي، طب بكره معلومات اتطورت، لو فضلت زي ما انا كده يبقى المريض اللي بيتضرر مش انا. فالتنميه المهنيه هنا لصالح ايراد، لكن لصالح متلقي الخدمه 24 ايراد. فاحنا مبسوطين من النقطه دي وعايزين نبروزها ونخليها واضحه قدامنا. طب كويس، يعني النقطه دي هل لها مثيل في بنود الاقتراح بمشروع قانون الكادر الطبي او كادر المهن الطبيه، بما يجعل مثلا هذه الوقفات، ودي لقطات ارشيفيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، لقطات ارشيفيه لوقفات الاطباء والعاملين في المهن الطبيه، هل من الممكن ان مشروع القانون هذا يغير
مسار هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات يجعل فيه نوع من القناعة؟ احنا لسه هنتكلم في التالي مبدئياً. يعني اسمح لي حضرتك نقطة كويسة احنا بنوضحها عشان مبقاش متجنين. لكن احنا عندنا عديد من المشاكل هنقولها. طيب. احنا مش غاويين اعتراضات ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا اضرابات، وكل الحاجات اللي اضطرينا ليها دي اضطرينا ليها بعد سنين من الكلام وتقديم الطلبات ورفع المطالب التي لا تستجاب. نيجي بقى للانتقادات علشان لما تتلبى الانتقادات دي ان شاء الله ما يبقاش فيه مشاكل ولا احتكاكات. ممكن نمشي ماده ماده مع القانون ولا حضرتك اللي هتختار؟ انا عندي نقط اساسيه حطها. طيب اتفضلي. ماشي فهم. فعايزين نتكلم عليها. اولا بالنسبه للجانب المادي، القانون حاطط مسحقات الماديه في جدول في حاجتين، في بدايه مربوط الدرجه ونهايه مربوط الدرجه، دي حاجه، وحاجه اسمها علاوه كدر. دايما الاطباء لما اتكلموا على ضروره زياده الاجور ليهم والفريق الطبي اتكلموا على رفع الاساسي. ليه بنتكلم على الرفع الاساسي؟ لان احنا عندنا تاريخ طويل مرير من مشاكل الحوافز. ماشي. اخرها الشهر ده ماشي راح تعميم على مستشفيات المنيا ان الحوافز الخاصه بمديريه الصحيه بالمنيا هتتفصل عن الراتب، وهم هياخدوا الراتب بس، والحوافز دي لما ربنا يسهل. الحوافز دي 300% من الاساس، يعني هي البلوك الاساسي للاجر. فلما اقول لك انا هدي لك مرتبك والحوافز دي لما ربنا يسهل عشان ما فيش اعتمادات، يبقى انا بنزل لك اجرك حوالي الربع، خبطه واحده كده اهو، فاهم قصدي؟ قبلها بشهر كان الموضوع ده في الجيزه وعملنا احتجاجات وطلبات وبتاع، مش مظاهرات، مش عارف احنا عندنا شغل كتير غير المظاهرات، ورجع اتقال خلاص ماشي يا جماعه الادي الحوافز اللي اتصرفت اللي اتحذفت اتصرفت باستماره مستقله بس بعدها باسبوع، وان شاء الله بعد كده هنرجع نضمها زي ما كانت. قبلها في البحيره خصموا للناس الحوافز بتاعه الاغتراب، ماشي نزلوها للنص، مش بس كده قالوا لهم النص بقى اللي صرفتوه من اول العام المالي ده هنخصمه منكم باثر راجعي. فالحقيقه احنا عندنا تاريخ مرير، انا جايبه لحضرتك الشهرين اللي فاتوا بس. لكن زي كده في مئات القصص من عدم انتظام الحوافز واضطرابها. طب عدم انتظامها ده كان مرتبط بعدم وضوح موقفها في القانون، ولا كان ده مخالف للقانون ان هم يعني مره يدوهم الحوافز ومره يمنعوا عنهم الحوافز؟ الحوافز حضرتك بتسمى باب تالت اجور، ما هياش في باب اول اجور. باب اول اجور هو الاجر والبدلات الثابته. فاحنا عايزين اجرنا يبقى باختصار في الاساسي والبدلات الثابته علشان يبقى انت مطمن له. اللي احنا عايزين نعرفه لما هو يقول لي دلوقتي يعني نازل في نص القانون ان بدايه مربوط الدرجه 1200، نهايه مربوط الدرجه اللي هي بدايه التعيين اول حاجه بتعين عليها الناس، نهايه مربوط الدرجه 2000، فين في دول الاساسي؟ انا عايز افهم فين في دول الاساسي. ليه الاساسي ده هيتحسب عليه الفلوس حافز الاغتراب؟ لو في حافز الاغتراب الاساسي ده هيتحسب عليه حافز الجذب للتخصصات النادره زي الطوارئ والتخدير، وفي تخصصات نادره بعملها تحفيز خاص عشان الدكاتره مش عايزينها، عشان الناس تروحها اعملها تحفيز خاص. لازم افهم فين الاساسي وبدايه وباقي من الاساسي لحد المربوط ده، ايه الحاجات اللي زادت، ايه القواعد الحاكمه ليها. الكلام ده مش مفهوم. اساسي مفهوم يعني ايه اساسي، بدل مفهوم يعني ايه بدل، لكن المربوط على بعضه بيتكون من ايه؟ دي نقطه غامضه في الصياغه وهامه جدا ان احنا نفهمها. طب دكتوره منى، يعني اسمحي لي ناخد فاصل صغير لان هينضم لينا بعد الفاصل مباشره الدكتور يحيى مكيه عضو مجلس نقابه الاطباء عشان الحوار يبقى الراي والراي الاخر زي ما تعودنا دايما من الجزيره مباشر مصر. بعد الفاصل مباشره نواصل الحوار حول كادر المهن الطبيه.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في هذا العرض الاخباري الصباحي. وكنا نناقش قبل الفاصل مع الدكتوره منى مينا عضو حركه اطباء بلا حقوق وعضو نقابه الاطباء، كنا بنتكلم عن كادر المهن الطبية الجديد ومشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى، وبالتأكيد كانت النقابات أو كلها بتتحدث لها ملاحظات على هذا الكادر أو مشروع القانون. وانضم إلينا أثناء الفاصل الدكتور يحيى مكية عضو مجلس نقابة الأطباء. دكتور يحيى أهلا بك معنا. أهلا بك مجددا دكتورة منى. أهلا بحضرتك. طيب احنا يعني كنا هنستكمل بس نقطة دكتور يحيى مع دكتورة منى، كانت هي يعني ثمنت المادة الخامسة اللي هي اتكلمت على ان الدرجات العلمية والابحاث ومثل هذا بتتحمله جهة العمل نفقات حصول العضو على المؤهلات العلمية، فمتفق معها في هذه النقطة؟ اكيد دي طيب. نقطة من اللي احنا يعني حاربنا كتير علشان نوصل ليها، ودي نقطة نقدر نقول من اهم النقاط المميزة في هذا القانون، ان احنا تكاليف الدراسات العليا وتكاليف التنميه المهنيه المستدامه اللي هي بتمثل عبء كبير على الاطباء سواء الشباب او كبار الاطباء، ان هي يتحملها جهه العمل اللي هي بيعمل فيها الطبيب. نعم. طيب هنبدا في الملاحظات على هذا القانون. دكتوره منى كنا بنتكلم في نقطه هامه، هو نقطه ربط الحافز. اول حاجه ان احنا مش عارفين ايه المربوط اللي بيتكلم عنه القانون. يعني القانون بيرفع مربوط الطبيب حديث تخرج اللي هو الدرجة الثالثة، هو مقسم الأطباء للجداول. نتكلم أنا طبعا مع احترامي لكافة قطاعات، هدي مثل بالطبيب لأن هو اللي أنا عارفة كويس وبياخد إيه دلوقتي، لما يتحط هياخد إيه أشوف الموضوع في تحسن ولا لا. بيقول إن 1200 مربوط، أنا مش عارفة كام الأساسي منه، يهمني جدا أعرف الأساسي لأن الأساسي بيتحدد عليه حاجات كتير، و 1500 علاوة كادر، وبيتقال ان الكلام ده هيتطبق على 3 سنوات، الاثنين على بعض يعني 2700، على 3 سنوات يعني دلوقتي هياخد 900. انا جايبه معايا استماره لطبيب حديث تخرج، ماشي، في اساسي 236 جنيه خلاص، والاجر 312 الصافي. طبعا اللي في اي دي فيها حاجات زياده لان هو الطبيب ده في سينا، لكن بدون بعد خصم زيادات الخاصه بسينا يبقى 312 ده الاجر. بياخد كل حديث التخرج بياخده قرار اسمه قرار 700، بيدي 300% من الاساسي، 300% من 236 يعني حوالي 700 جنيه الصافي بعد خصم الضرايب، حوالي 640 على ال 320 يعني حوالي 960 جنيه. فانا بدي مثال بسيط ان هنا هو هذا الطبيب هينخفض مع تطبيق الكلام ده من 960 ل 900، ماشي، لما نطبق على 3 مراحل. فطبعا احنا عندنا اعتراض شديد على ده، في ماده بتقول ان محدش ينخفض فلوسه مع التطبيق الجديد، وان لو في اي تطبيق هيخفض حد بشكل شخصي يتزود. انا ممكن اتخيل كم الديلما اللي ده هيدخلنا فيها، ان كل واحد بشكل شخصي، خد بالك مش قطاع، مش تحسب بشكل شخصي، يعني مش بتحسب لقطاع قطاع، كل واحد يروح يجيب استماره الراتب، ورقه بتقول الحوافز وانه كان بيصرف حوافز دي لمده كام شهر، ما خد بالك هنحسب في الموضوع ده حوافز ولا لا، هل يعتبر الانخفاض على الحوافز ولا هيعتبره على الراتب نفسه، وعلشان ياخد فرق من اللي كان بيتخصم منه. فالحقيقة طيب. أنا عندي اعتراض على ده وعندي حل بسيط. احنا عندنا في هذا المشروع القانون في راتب اللي هو بيسميه بداية مربوط وآخر مربوط وعلاوة، ان الراتب ده اللي هو بالنسبة لحديث تخرج يبقى 1200 يبقى بيتصرف كله، والتقسيم على 3 مراحل دي تبقى بالنسبة للعلاوة. فيبقى ضمننا ان عندي زي ما تقول ايه خطوة اولى للجميع 1200 والعلاوة هي اللي انطبقها. طيب هاخد رأي الدكتور يحيى في هذا البند، وعامة بالتأكيد طبعا مجلس الشورى مع النقابات كان هناك جلسات استماع لملاحظاتكم. هو الحقيقة فكرة الكادر ان احنا من الاول نبتعد عن التقسيم بتاع مرتبات الحكومة، فالتقسيمة الخاصة بالأساسي والشامل والكلام من ده هي دي اللي انتهت مع أو هتنتهي مع إقرار هذا القانون. هيبقى عندنا المربوط بداية ربط الدرجة هو ده الأساسي بتاعنا اللي بناء عليه بتحسب كل حاجة،
وهينتهي بعد كده كل الاستماع الطويلة العريضة بتاعت مفردات المرتب بتاعتنا. هو في عندنا اللي هو الأساسي وهناك اللي هو أو الربط، بداية الربط، وبتختلف على حسب المدة البينية في كل مستوى وظيفي، وبتعلى بداية الربط. يعني أقل واحد في المستوى دوت ياخد 1200 جنيه اللي هو المستوى مثلا المستوى الوظيفي الثالث أو المستوى الثالث، وأعلى واحد فيها أعلى واحد فيها في هذا المستوى ياخد 2000 جنيه. الفروق دي ما بين الاثنين بتتحسب بالمدة، تمام، بتتضرب في العلاوة السنوية. فالدكتورة منى متخوفة منه، ده ان شاء الله مش هيكون متواجد لان احنا بقى فيه اسلوب حساب مختلف. اما بالنسبة لازاي هيتطبق الكادر، هو الحقيقة في مفاوضاتنا مع مجلس الشورى ومع الوزارة بيحسب هو دلوقتي الطبيب بياخد كام، لما بنقول مثلا هيتطبق على ثلاث مراحل، الزيادة ثلاث مراحل يعني ايه؟ لنفترض ان الطبيب بيحصل على 1200 جنيه وموجب هذا الكادر المفروض يحصل على 3000 جنيه، يبقى الفرق اللي هو ال 1800 جنيه ده هو اللي هيتقسم، مش بنتكلم من الاول اللي هيتقسم. يعني تمام. مش لسه هنوصل لل 1200 خلال الثلاث سنين. لا اسمحني بس الكلام هنا اهو، الكلام هنا انا متخيله علشان انا شفت على مدى سنين تطبيق حاجات تفصيليه قد ايه بيدخلنا في دايلمات. يعني دلوقتي كل حد علشان نقول هو بياخد كام وزياده هي للطبع على ثلاث سنين، كل حد في بدايه التخرج هيشوف اللي كان في موقفه كان بياخد كام، اللي في سينا كان بياخد كام، واللي في مطروح كان بياخد كام، واللي في اسيوط كان بياخد كام، واللي في البحيره كان بياخد كام، ويحسب الفرق بينه وبين ال 3000 وتتقسم على ثلاث حاجات. ناخد بالنا من حاجه ان عندي، ودي حاجه عادله جدا، ان عندي اختلاف بيحصل حاليا ماشي بين الاجر في القاهره خصوصا فتره التكليف، بين الاجر في القاهره وفي الارياف، وفي الارياف كلما بعدت بيبقى في حافز بيزيد تدريجيا لحد مناطق النائيه بيوصل لاعلى حالاته. فدي حاجه اسمح لي يعني فيها تفاصيل مربكه جدا. الطريقه الوحيده اني اثبت مصطبه معينه اللي هي ال 1200 واجزء ال 1200 هيبقوا معقولين، واجزء الباقي ده غير بدل المناطق النائيه والاضطراب. انا عايزه بس اكمل لان في انتقادات تانية مهمه. ما هنتكلم في بس نخلص النقطه دي. ليه ما فيش مصطبه فعلا نقول عليها عشان تبقى ثبات؟ هي المصطبه اللي هي ال 1200 اللي هي او المصطبه لكل مستوى وظيفي، لان كل طبيب هيدخل على حسب سنين تخرجه في اي مستوى وظيفي من دول، على حسب سنين تخرجه وعلى حسب الشهادات اللي حاصل عليها. في واحد لما هيدخل مش هيدخل على ال 1200، 1200 ده حديث التخرج. في واحد لما اللي متخرج بقاله 10 سنين هيدخل على مستوى اخر. مفهوم يا دكتور يحيى، احنا بنضرب مثال بس بحديث تخرج، مفهوم ان يهمنا كل حتى بعد كده برضه على حسب مكانه هو اجره هيختلف. فانا مش هينفع اوحد مصطبه لك كلها غير الاساسي، لان بعد كده في البدلات الانتقال او بدل الاغتراب او بدل. هي الحقيقه مش محطوطه بدلات، احنا طالبنا انها تبقى بدلات. الحوافز هي محطوطه حوافز، ودي مشكله ثانيه. طيب عشان ما ناخدش الوقت كله في هذه النقطه، دكتور يحيى، اللجنه عقدت جلسه استماع للنقابات الطبيه. هل استجابت لجنه الصحه في مجلس الشورى لملاحظاتكم؟ ايه هي كانت الملاحظات؟ الحقيقه معظم الملاحظات اللي ابديناها استجابت ليها اللجنه، لكن في نقطه الحقيقه انا عايز اركز عليها، ان في حاجات كتيره متروكه في القانون للائحه التنفيذيه، ودي ممكن تعمل مشكله. لان احنا ما بنتكلم على اننا الحاجات الكتيره المتروكه للائحه التنفيذيه دي معناها ان احنا هنخش تاني في مفاوضات مع الوزاره لاقرار اللائحه التنفيذيه، والمفاوضات دي هتبقى في فتره معينه، لان احنا محكومين ب النص المكتوب ان تصدر اللائحه التنفيذيه في فتره شهرين من تاريخ نفاذ القانون. فهتبقى المفاوضات دي مزنوقه في الوقت. فلو انا الحقيقه اتصلنا بالناس في مجلس الشورى كتير، وافادوا من الناس القانونيين هناك والتشريعيين، قالوا ان في بعض المواد فعلا ما ينفعش تنزل في القانون، لابد ان تترك للائحه التنفيذيه. فاذا كان هناك اصرار على ان المواد دي تتحط في اللائحه التنفيذيه، فاحنا بنطالب من دلوقتي الوزاره انها تبتدي تعد معانا لائحه تنفيذيه، تمام، بموجب هذا القانون دلوقتي. يعني الشكل ده هو اللي اتفقت عليه لجنه الصحه بكافه اتجاهاتها داخل مجلس الشورى، بكل الاحزاب المنتمين في اللجنه والمستقلين مضوا على هذا المشروع. طيب يعني بالتالي معظم الاحزاب متفقه على المشروع ده، يبقى احنا دلوقتي عايزين نقعد مع الوزاره نبتدي نشوف اللائحه التنفيذيه اللي هتتحط ونبتدي نناقشها علشان ما يحصلش مشاكل بعد كده.
دي طبعاً. اهم دي اهم طيب. سلبيه محتاجين نعالجها. دكتوره منى لو ليكي تعليق الاول على ما قاله الدكتور يحيى انا ليا تعليق على النقطه دي طبعا وانا ليا سؤال بعد التعليق. انا متفقه مع دكتور يحيى ان من اخطر الانتقادات على هذا القانون ان تارك حاجات كتيره مهمه جدا للائحه التنفيذيه. زي ايه؟ زي بدلات المناطق النائيه، اولا حاططها حوافز الاغتراب والمناطق النائيه، حاطط المقابل اللي بناخده حوافز. وقصة الحوافز أنا لسه حكي لحضرتك من خمس دقائق المشاكل الرهيبة بتدخلنا فيها. يكفي أن أنا أروح أقبل بإني أروح حتى مناطق نائية زي حلايب وشلاتيم أو الواحات أو مقابل حافز معين، وبعد ما أروح يصدر قرار وزاري بإنه هيتخفض صرفه للنص، وإن النص اللي اتصرف لي الشهرين اللي فاتوا هاخده منك بأثر راجعي. فالحوافز دايما. طب هو المشروع ما ظبطش موضوع الحوافز؟ لا هو قال ان حتى لو قلت هقول لحضرتك حوافز. قال ايه؟ هقول لحضرتك قال ايه المشروع؟ ان بدلات الجذب سواء للمناطق النائيه او للتخصصات النادره بيصدر بيها لائحه تنفيذيه من الوزاره على الا تزيد عن 300%. ماشي من الاساسي، هو مش قايل لنا هنا الاساسي كام، في مربوط مفيش اساسي. لو كان المربوط هو الاساسي على المشرع ان يوضح ده في ملحوظه او في حاجه واضحه. المربوط اللي انا اعرفه كويس قوي باعتباري موظف حكومه قديم، المربوط غير الاساسي. لما يحط لي كلمه مربوط على سنان هاخد كل الحاجات في حاجه واحده. طيب. يبقى يسميها لي اساسي عشان ما توهش تاني. معلش اكمل. تمام. دلوقتي الحافز قدامنا وقت طويل يا دكتور. طب اكمل بسرعه. دلوقتي ان انا اخلي الجذب للمناطق النائيه او للاغتراب او للخصائص النادره حافز مش بدل، ده خطر اني اتركه على الوزاره، ده خطر. خطر تاني هام جدا بالنسبه للاطباء وكل عاملين في المهنه الطبيه ان الحاجه احنا دايما عملنا ايه؟ المستشفى اكتر وقت حضرتك بتحتاج لها فيه او بيبقى فيها مشاكل ايه؟ بالليل، مش فتره النهار الصبح فيه كتير فيها. فوضع قواعد عمل للساعات الاضافيه بالنسبه للاطباء، المشروع اللي احنا كنا متقدمين بيه النقابه كانت قاعده تدرسه 6 شهور وقدمته، كان فيه شرايح للوقت 36 ساعه او 48 ساعه او 60 ساعه وعاملين حد. طب دكتور يحيى هل راعى المشروع هذا؟ ما فيهاش، ما فيش ولا كلمه عنها. ما فيش ولا كلمه عن طريقه حساب ساعات الاضافيه. المشرع قال في ان هو يفضل تركها للائحه التنفيذيه، ولما ده حاجه مش اكمل بس مبررة يا دكتور، بس يا دكتور حضرتك قلت ده ان هم قالوا اكمل بس وقت والله يا دكتور تعليق للدكتور. ولما دخلنا في جدال مع مجلس الشورى على النقطه دي اللي وصلنا الى ان اللي هيحط البدلات والحوافز ديت دي مش لجنة. بدلات مش بدلات، اللي هيحط الحوافز دي لجنه، يعني في لجنه مختصه تمام هتبقى مش الوزير بمزاجه يطلع الحافز او يلغيه، لا بناء على راي لجنه مختصه هي اللي هتعمل تحط وتقسم الجمهوريه انهي منطقه هي اللي هيبقى فيها حافز جذب، انهي منطقه انهي تخصص هو اللي هيبقى فيه حافز ندره، والحافز ده قد ايه والكلام ده كله. طب. دي لجنه مختصه. طيب. وترفع الكلام ده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى مكي، انتهى وقت الفقره للاسف. خلاص لا انتهى وقت الفقره. موضوع انها تتحط كويس مش معناها تتنفس كويس. انا عندي حاجات عضو حركه الاطباء بالحقوق، عضو مجلس نقابه الاطباء، شكرا جزيلا لك. ودكتور يحيى مكي عضو مجلس نقابه الاطباء، شكرا جزيلا لكما. وبالتاكيد سيكون لنا لقاءات اخرى حول هذا المشروع. اتحول الان الى الزميل هشام محمد والموجود الان في غرفه عمليات الاداره العامه للمرور بوزاره الداخليه ليتابع لنا الحركه المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في العاصمة. الحالة المرورية في المحاور والطرق الرئيسية لشوارع القاهرة الكبرى، يعني اليوم هو الأحد ويشهد كثافة مرورية عالية في بعض المناطق. ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا العقيد دكتور أيمن الضبع من الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا أستاذ هشام والسادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. يعني زي ما عودنا السادة المشاهدين لو نشرح الطرق النهاردة عاملة إزاي في الساعات الأولى من الصباح. والله طبعا إحنا عندنا زي ما حضرتك شايف عدد كبير من الشاشات، أنا اخترت بس اتنين الأعلى كثافة اللي هي كوبري أكتوبر. كوبري اكتوبر الاتجاه اللي امامنا ده هو القادم من رمسيس من العباسيه في اتجاه مدينه نصر وفي اتجاه مخرج النصر،
طبعا الكثافات بسبب المنطقه الضيقه اللي يوميا بتشهد الكثافات المعتاده ممتده المسافه كبيره زي ما احنا شايفين. فعشان كده ما نفضلش استخدام كوبري اكتوبر خاصه في هذا الاتجاه، يعني القادم من مناطق الجيزه ممكن يستخدم نفق الازهر صلاح سالم، ده هيبقى افضل كتير عشان ما يخشش في الكثافات اللي ظاهره امامنا على كوبري اكتوبر. عندنا برضو القطاع الشرقي جوزيف تيتو متجه الى الاسماعيليه، ده واضح الكثافات، او القادم من الاسماعيليه في اتجاه جسر السويس واضح الكثافات المرتفعه، احنا داخلين كده على محور عبد الحميد بدوي، فدي الكثافات برضو المرتفعه بيأثر فيها طبعا اليوتيرن القادم الاتجاه الاخر، لكن هي الكثافات المعتاده في فتره الذروه الصباحيه بما تحمله من كثافات. عندنا نروح على الطريق الزراعي، يمكن قبل ما نطلع هوا مباشره كان عندنا اتوبيس على الطريق الزراعي قبل ما اطلع اليوب في الاتجاه القادم من بنها في اتجاه القاهره، اتوبيس رحلات صدم سيده اثناء عبورها الطريق، للاسف اصابتها بليغه، طبعا نامل لها تمام الشفاء وتكون الاصابه بسيطه، لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع المشاه، 65% من مصابي وقتلى حوادث الطرق من المشاه. قد يكون العبور العشوائي احد اسبابها، قد يكون عدم يقظه السائق احد اسبابها، لكن لا يمكن اغفال عدم وجود كباري مقبوله ومعقوله لعبور المشاه في اماكن تجمعهم. الطرق بقت دلوقتي تتخلل اسكان على الجانبين، تتخلل عبور عشوائي فتره كبيره جدا، لابد ان احنا نراجع انشاء كباري اضافيه، نراجع تصميم الكباري القائمه، لان اسلوب الكوبري بينشا، احنا قد ننشئ كوبري على احدث طراز ولكن لا يناسب مستخدميه، يبقى احنا لازم نفحص، وانا دايما بؤيد ان احنا اللي بيقوم بعمل لابد ان يقعد مع المستخدمين، لابد ان يقعد مع النهايه الطرفيه اللي هو المستخدم ويشوف طلبه ايه ويطوع الهندسه من اجل تحقيق رغبات طلبه. مش ممكن يبقى احنا عندنا المناطق الزراعيه والطريق بيتخللها او بيعبر منها وعندنا فلاحين بيمروا بالماشيه بتاعتهم ونعمل كوبري بسلالم. طب المفترض ان قائد ان المشاة يعبروا يطلعوا السلم والمشاة تعبر الطريق، يبقى لابد ايجاد بديل اخر اللي هو الكوبري الانسيابي، الكوبري بدون سلالم، ده يحقق الرغبات وبالتالي يزيد الاقبال على الكوبري، لان احنا برضو بنرصد عدد كبير من حوادث المشاة رغم وجود عدد من الكباري قريبه منها على مسافه 50 متر او يعني. قائدي المركبات هم اللي مش بيلتزموا بالاشارات ولا المر هم اللي بيعدوا بشكل عشوائي؟ والله المسؤوليه يعني الغالبيه العظمى يعني. الحادث دائما هو مسؤولية كل أطرافه، عابر الطريق لابد أن يكون عليه بعض المسؤولية، أنه لم يراعي الانتباه واليقظة التامة، وحياته دي مهمة جدا ومسؤوليته ومسؤوليتنا كلنا، قائد المركبة أنه لم يراعي الانتباه أيضا، القائمين على الطرق والقائمين وإحنا علينا جزء، يعني كلنا علينا مسؤولية، لابد أن احنا نتصدى وبحزم الموضوع قتلى وضحايا حوادث الطرق وإعادة صياغة مفهوم إنشاء كباري المشاه بصفة عامة حتى تتناسب ويتم الإقبال على، لأن احنا بنرصد عدد كبير من العبور بجوار كباري المشاة نتيجة عدم مناسبتها للاستخدام. نعود للطرق لبعض الطرق ساتر عقب. أنا عايز بس أروح تأثير محطات تموين الوقود، الحمد لله يوم عن يوم بينحصر الموضوع وإن كان ما زال موجود، عشان بس ما يعني نتكلم من الواقع يعني. عندنا بعض وزارة البترول كانت قالت من 4 أيام إن هيبقى في انفراجة للأزمة في خلال 4 أيام، وأكيد كلنا يعني هل ده فعلا حدث بالفعل؟ طبعا ما فيش واحد، يعني إحنا الأسبوع الماضي ما فيش واحد لم يعاني من مشكلة الوقود، لكن اليوم الحمد لله انحصرت بقت في أماكن معينة، وإحنا بنتلقى يمكن إخطارات من سواء من المواطنين او من الخدمات بتاعتنا بوجود اي كثافات على محطه تموين الوقود، بنعزل الخدمات وبنخطر الهيئه العامه للبترول اللي كتير قوي بتستجيب وانا بشكرها على الاستجابه، لكن ما زال برضه هناك بعض المحطات بنرصد عندها، يعني طريق السويس عند جاردينيا في اتجاه السويس في محطه تموين وقود ليها اثر كبير قوي، عندنا على الطريق الدائري في محطه تموين عند القادم من القاهره الجديده اتجاه السويس برضه ليها تاثير، عندنا بعض المحطات داخل القاهره والجيزه والاليوبيه المنطقه المركزيه بصفه عامه، يمكن عندنا بلاغات برضه يمكن لسه كان في بلاغة جايلين دلوقتي من الشرقية، واحنا اخترنا الهيئة العامة للبترول الضباط ومشرف العمليات المقدم محمد حسين اخطر من دقائق بهذه المحطة، فاحنا بنتلقى هذه البلاغات وبنخطرها، والموضوع يعني بنتلقى البلاغ وبنخطر وبيحدث استجابة. لو نعود لبعض الطرق باقي الطرق الحمد لله النهاردة لحد فبيبقى فيه انخفاض ملحوظ في وسط المدينة وده متحقق معانا، عندنا برضو ادي طريق النصر عند مكرم عبيد واضح انه بيسير بصورة منتظمة، يمكن منطقة رابعة العدوية اللي فيها بعض الكثافات في الاشارة فقط، لكن على امتداده زي ما احنا شايفين الصورة امامنا واضحة تمام. نخش على التقائه مع يوسف عباس والطيران، شيء من الكثافات المتحركة الحمد لله ما فيش توقف، يعني ما نقدرش نقول عندنا اختناقات في اي من المحاور. طريق النصر
النصر بيسير بصوره منتظمه، طريق صلاح سالم، الطريق الدائري، قطاعات الكثافات الطبيعيه بتاعت ساعه الذروه الصباحيه، يعني الحمد لله معقول. يمكن القادم من اكتوبر بدا يزيد قليلا من قبل اسفل الدائري بحوالي 500 متر، لكن بعد تجاوز كوبري السودان الامور بتنتظم الى حد كبير. يعني امبارح سياده العقيد حدثت بعض المناوشات والاشتباكات بين الشرطه وبعض المتظاهرين امام المقر الرئيسي للاخوان المسلمين في المقطم، يعني هل حدث بعض التحويلات في الطرق؟ والله حاجه احنا كلنا طبعا بنأسف ليها وبتحزننا جميعا. طبعا ده العمل مرور القاهره عمل بعض التحويلات عند شارع 9 من الساعه 9 مساء، يمكن كان معانا السيد الرائد مصطفى حسب النبي وكان متابع معاه اللي بيحدث في القاهره، والساعه 2:30 صباحا تم فتح كل التحويلات ورجعت الامور لطبيعتها، وهذا ما يؤلمنا ان احنا نصل الى يعني درجه من العنف اللي اعتقد انه غير مبرر، او نلجأ للحوار عشان نحل هذه الازمات بدلا من العنف الغير مبرر. يعني بالنسبه لميدان التحرير ما زال مغلق امام جميع الطرق، مغلق من كل مداخله، وهنتعامل مع كوبري قصر النيل ومحور الكورنيش بهذا الشكل ايضا، لانه احيانا بيتم الغلق والفتح، فخلينا نتعامل نبعد خالص عن هذه المنطقه، حتى لما تبقى مفتوحه محور الكورنيش امام شيبرد وسمراميس بيبقى كثيف الحركه، فنبعد عنهم، مفيش داعي لاستخدام هذا المحور، ممكن نستبدله بكورنيش الجيزه بيبقى افضل كتير قوي. بنشكر حضرتك سياده العقيد. انا اللي بشكركم وبشكر الاستاذ. يعني هكذا مشاهدينا الكرام تعرفنا على الحاله المروريه اليوم، وعوده مره اخرى الزميل أيمن العزام في الاستوديو لاستكمال فقرات جولة الأخبار. شكرا لك زميل هشام محمد، كان معنا في إدارة المرور بوزارة الداخلية، وبالطبع سنتابع معكم فقرات العرض الإخباري الصباحي بعد هذا الفاصل. لموجز الأخبار سنتابع جمعية صناع الحياة حيث تواصل حملتها إحنا شعب أصيل، والتي انطلقت في كافة المحافظات. كنا قبل ما هذا العرض الذي أداره الزميل هشام محمد مع إدارة المرور، كنا نتحدث مع الدكتورة منى مينا والدكتور يحيى مكية حول كادر الأطباء، وبالتأكيد سيكون هناك كثير من المناقشات حول هذا الموضوع. الآن جاء موعد موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة فاطمة نبيل. إليك فاطمة.